السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي تضيف الشيك بوكس في برنامج الوورد. اول حاجة لازم اعملها ان انا هدخل هنا في الاوبشن واخش في كاستمر دريبون واروح معلم على الديفلوبر. هي متعلم عليها. طيب بعد كده ساعات الافتراض ان هي مش موجودة، بس لو انت عايز تضيفها هتخش في الاوبشن. بعد كده في الديفلوبر هقول له انا عايز اضيف التشيك بوكس، والتشيك بوكس تقدر تكتب اي كلمة انت عايزها جنبه، تقدر تاخد ده كده كوبي وتقدر في كذا سطر تنزل الكلام، وتقدر في اي لحظة تعمل علامة صح او تشيل العلامة.